FM. El Kilmelik. Santé. Santé. اليوم يا جماعه تحضر بحضنا الدكتور كلثوم اللجمي. مرحبا دكتور. مرحبا. شنحويلك لاباس؟ الحمد لله. دونك دكتور نحن كنا حكينا من الجمعه اللي فاتت على الاكتوب غوز سرطان الثدي, عافينا وعافيكم الله. كما قلنا باش نقسموا الموضوع هذايا على مرتين على خاطر فيه برشا برشا كلامه. دونك الجمعه هذه الاخرى في اكتوب, اخر جمعه باش نكملوا نحكيوا فيها على اكتوبر الوردي. حكينا نحن على الشهر هذا بصفه عامه الفكره نتاعو كيفاش جات, حكينا على عوامل الاختطار بيان سور الناس الكل اللي فاتتهم ينجموا يلقاو من بعد الفيديو موجوده على الباج فيسبوك راديو كاب اف ام. بدينا نحكيوا على الوقايه دكتور وباش نكملوا في الوقايه بصفه عامه اليوم. اي يعطيك الصحه امل اللي عطيتنا الفرصه باش نكملوا على الوقايه, خاطر الوقايه اللي تري امبورطانت. دونك اون فوا عرفنا عوامل الاختطار دونك نوليو نعرفوا يلزمنا نعرفوا كيفاش باش نحميوا رواحنا. هل الوقايه هذه ثم الوقايه اوليه وثم الوقايه الثانويه. بالنسبه للوقايه الاوليه هي تعتمد على الوقايه من برسك الامراض السرطانيه الكلها. كل بصفة عامة. أولا عندك نمط العيش très important يأثر ياسر على حالة البدن اي سورتو سورتو على على الإيمونيتي. نعرفوا اللي الخلايا السرطانية تتكاثر في بدن اللي من السيستم الإيمونيتير نتاعو مش قوي برشا. دونك بلوس لو سيستم الإيمونيتير نمط العيش معناها كيفاش دكتور؟ زيد فسر لنا. فوالا بالنسبة لنمط العيش نبداو بالتغذية. يكون متوازن, يكون ما فيش برشا دهنيات, ما فيش يزمنا ما فيش بعض المواد الملونة كيف ما اللي نلقاوها في باغ اكزومبل في السلامي نلقاوها. ما نكثروش التغذية نتاعنا تكون متوازنة فيها الخضر والغلال. فوالا خمسة خضر وغلال. يلزمنا زادة نتحركوا. عندك الخمول هو الرياضة. الرياضة ثم الرياضة. يلزمنا الرياضة. الرياضة بالأقل 30 مينوت 5 فوا بار سومين والا 150 دقيقة في الـ في الـ في الأسبوع في اخر الأسبوع نجموا نعملوها مع بعضها. الوغ هذه بالنسبة للرياضة, والرياضة تكون مشي معناتها ما نطلبوش حاجة تكون كبيرة. الرضاعة الطبيعية نأكدوا عليها بالنسبة للنساء اللي عندهم صغار يحاولوا يرضعوا صغارهم. راهو الناس الكل النساء الكل ينجموا يرضعوا صغارهم كان شيء إذا كان لا يقدر ثم مرض والطبيب يقول ما ترضعش صغيرك. بالنسبة للوقاية الثانوية ثم تعتمد على المراقبة. المراقبة بديناها المرة الأخرى وحكينا على المراقبة الذاتية معناتها الشخص هو بيدو الفحص الذاتي. المرأة بيدها يزمها أبغتير دو لاج دو 20 عام اللي تبدأ عمرها 20 سنة تشوف صدرها مرة بعد الغسلة. تنجم نقولوا احنا 3-4 مرات في العام ميساش باش ما نكثروش. وتكون هالحكاية هذية الفحص هذا يكون بعد العادة. كيفاش تتلمس نفيسة فيسة باش نعاود نذكر بها. المرأة الطفلة ولا المرأة تتعري صدرها تقف قدام المراية وتهز يديها الفوق وتشوف فماشي اللون متغير فماشي القشرة تبدلتش. تنجم احنا نقولوا نسميوها بو دورانج تبدل كاينو قشة برتقان فيها نقب نقب هكايا. هذيك راهو ان موفي سيني راس الصدر اذا كان داخل زاد كيف نجم يكون فيه مرض. تنزل على راس الصدر وتشوف طلع شي منه ماده سائل حليب دم ماء ماده اي حاجه تخرج حاجه ماهيش عاديه. ولا تنجم تلقى حتى معناها كعبوره هكا حاجه تلاحظها ماهيش عاديه. فوالا هذه من بعد باش تولي تتلمس وهي واقفه تتلمس صدرها وتمس بين صوابعها والعظام نتاع صدر المراه. تقعد تدور يدها حتى لين اذا كان حست بكعبوره نقولوا احنا حاجه يابسه. وجينيرالمون راهو كيف يبدا سرطان تبدا ما توجعش معناتها الحاجه هذه. دونك تمسها تمشي تعدي ما يلزمش تتراجع وتعدي. لازمها ديريكت دوك ما
تلاحظ حاجة غير عادية كما قلت لكم الدكتور، الحاجات اللي تنجموا تلاحظوهم بصفة عامة تمشي تعدي، والكشف المبكر أكيد نعود نقولوا عنده أهمية كبيرة برشا دكتور. فوالا سي تري امبورطون، دونك نتعداو للفحص عن طريق المختص. دونك كل مرأة اللي احنا نقولوها في لي سنتر دو سانتي دو باز في المراكز الصحيه نتاعنا، كل مره تمشي للمركز الصحه وباش تعدي حتى على جريجما على اي حاجه اخرى، من حقها باش تقول للطبيب نتاعها باش يمسلها صدرها ويشوف لها عندها شي حاجه في صدرها مره في العام. الحكايه هذه تصير بالنسبه للنساء الكل، والا تمشي للطبيبه اذا كان عندها طبيب خاص طبيب العائله، والا تمشي للقابله وتعدي عند القابله نعرفوا لي غراتويتمون، تمشي القابله تقول انا نحب تشوف لي صدري وهذا من حقها. فوالا تري بيان تري بيان. هذه دونك بالنسبه للطبيب ولا القابله اذا كان باش يلاحظوا اي حاجه، والا حسب الاستجواب اللي يعملوه باش يلاحظوا اللي ثم ان فاكتور دو ريسك باش يوليو يتبعوا اكل الشخص هذيك المراه هذيك مده على طول نورمالمون. دونك والا تولي يطلبها في بعض الاشعه معناتها هذه هو الوقايه بصفه عامه، شنو اللي يؤدي معناها للمرض هذيا والوقايه منه، كيفاش نعرفوا روحنا لازمنا نمشي ونعديه. هو توت فاسون دكتور لاحظنا ولا ما لاحظنيش ما فيها بيس، كي واحد يمشي عدي واحد يمشي يشوف، خاصه نحن توا في الاكتوبر غوز في لي سنتر توا تلقى معناها الناس الكل تنجم تمشي غادي وتنجم تعدي بليش وتنجم تشوف. اي اذا كان ثم وقتها جورني ثم فرصه فوالا اي تنجم وتمشي للقابله، راهو في اي وقت تمشي للقابله تعدي بليش فلوس غراتويتمون، تقول لها تعدي لها على صدرها وتقول لها تهنيها امها، وهذا يلزمو كل عام. فوالا هذا هو بصفه عامه الموضوع نتاعنا. دونك دكتور انا باش نخلي لك الكلمه الاخرى في موضوع سرطان الثدي، عافينا وعافيكم الله بيان سور، بصفه عامه شنو تحب تقول للنساء اللي قاعدين يسمعوا فينا؟ فوالا نقول لهم تلهوا بروحكم، راهو سرطان الثدي نجم اذا كان نفيقوا به نجمو نداويوه 100% يبرا، ونجمو نحميو رواحنا زادا من سرطان الثدي بالنمط العيش الباء السليم. وكيفاش نمط العيش؟ ناكد على قلة الستريس، على التغذية، على الرياضة، وعلى النوم ما حكيناش فيه مقبلة زادا، هذا كل يحسن من السيستيم ايمونيتير نتاعنا ويخلينا محميين من سرطان. فوالا يعطيك الصحة دكتور، ميرسي بوكو، إن شاء الله الجمعة الجاية في سونتي نحكيو على موضوع جديد. كاب اف ام الكلمة ليك.